نادين نسيب نجيم هي ممثلة لبنانية من مواليد عام 1984، حازت لقب ملكة جمال لبنان عام 2004، وكانت انطلاقاتها الفنية في عام 2007 حين شاركت في مسلسل خطوة حب. شاركت نادين نجيم في عدة مسلسلات أهمها أجيال، أبواب الغيم، لو، نص يوم، والهيبة، وفازت بعدة جوائز أهمها لقب أفضل ممثلة لبنانية لعامي 2015 و2017. ولدت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في العاصمة بيروت بتاريخ 7 فبراير 1984. والدها هو نسيب نجيم من البقاع اللبنانية، وأمها سميرة من تونس. كانت بداية عهد نادين نجيم مع الإنجازات والشهرة عندما شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004. كانت المسابقة تعرض على شاشة قناة LBC اللبنانية، وكانت القناة تحرص على تقديم برنامج يواكب حياة المتباريات ضمن ما يعرف بتلفزيون الواقع. ومن هنا انطلقت شهرة نادين نجيم وغدت وجها مألوفا بالنسبة لعدد كبير من المشاهدين في لبنان. وبعد حصولها على لقب ملكة جمال لبنان، تأهلت للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في العام ذاته. حياة نادين نجيم الشخصية. بالنسبة لديانة نادين نجيم ومعتقداتها وطائفتها الأصلية، فقد ولدت لعائلة مسيحية. في عام 2013 تزوجت نادين نجيم من المهندس هادي الأسمر، ورزقا خلال زواجهما بولدين هما هيفن وجيفوني. وفي الآونة الأخيرة تم تداول خبر طلاق نادين نجيم من زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت نادين إعلان الأمر رسميا وتأكيد الخبر للمتابعين والجمهور. أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على حسابها الرسمي في تويتر عن نبأ طلاقها من زوجها المهندس هادي الأسمر بعد زواج دام 8 سنوات، وقالت نجيم: القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب، لو شو ما كانت الأسباب، بس العشرة والاحترام والمعزة بيضلوا الأهم، الثمرة الحلوة أولادنا. ما في كلمة تعبر عن شعوري بهاللحظة، بس هيك صار. الله يحمينا، وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد. شكرا لكل رسائلكم وبنقدر محبتكم إلنا. شكل عام 2007 الانطلاقة الفعلية لنادين نجيم في عالم الشاشة الصغيرة بمشاركتها في مسلسل اللبناني خطوة حب. وبعد عامين شاركت نادين نجيم في المسلسل السوري رجال الحسم من إخراج نجدة أنورزو، والذي تدور أحداثه في الفترة التي أعقبت حرب حزيران. في عام 2010 شاركت نادين نجيم في مسلسلين دفعة واحدة، وهما مسلسل أجيال ومسلسل أبواب الغيم. وفي السنة التالية اشتركت نادين نجيم في بطولة المسلسل العربي مطلوب رجال، الذي يحكي قصص عدد من النساء المقيمات في دبي. بعدها تابعت نادين نجيم تألقها الفني، فشاركت في مسلسلات باب إدريس عام 2011 وذكرى عام 2013. شهد عام 2014 نجاحا ساحقا لنادين نجيم بمشاركتها في مسلسل لو، إلى جانب الممثل السوري عابد فهد واللبناني يوسف الخال. تألقت نادين نجيم في هذا الدور ونالت إشادة واسعة عليه، وأضحت بعده في مصاف أوائل الممثلات العربيات. في عام 2015 بدأت نادين نجيم تعاونها الناجح مع الفنان السوري تيم حسن، فشكلا ثنائيا ناجحا سحر الجمهور ونال إشادة النقاد. كانت بداية تعاونهما هو مسلسل تشيلو، الذي يتناول حياة عازفة التشيلو. وفي العام التالي عادت نادين نجيم وحسن للعمل معا في مسلسل نص يوم، الذي تدور قصته حول شخصية ميار الذي يغرم بفتاة جميلة ليكتشف لاحقا أنها امرأة محتالة. في عامنا الحالي 2019 ما زالت نادين نجيم تشارك في العديد من المسلسلات الرمضانية.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.